بالفرنسي جار اللي هي محطة القطر. فبيقول اوكي لو انت اصلا انجلش سبيكر فممكن تظبط مثلا جار دي بجارفيلد، فتيماجن ان جارفيلد اللي هو الكرتون كاركتر في محطة قطر ومسافر، فخلاص انت كده حفظت ان جار يعني محطة قطر. مش قادرة انسى لحظة ما اكتشفت ان تي جي اي فرايداي معناها thank god it's friday، وان ده اكسبريشن الناس اللي عندها الويك اند بيبتدي يوم السبت بيستقبلوا بيه الويك اند، بس بالنسبة لنا احنا الخميس. وبعدها اكتشفت الشو بتاع SNL Saturday Night Live اللي هو برضو الجمعة عندهم، لكن احنا هنا school night، صباح عندنا شغل تاني يوم الحد، يعني بالنسبة لنا Saturday Night Survive. عشان كده ده الوقت اللي هكون معاكم فيه نيفين زاهر رستم Career Satisfaction Expert، هجيلكم بحلقة جديدة كل يوم سبت الساعة 7 عشان أبدل Saturday Night Survive دي لWork Week Revive مع بودكاست وجهة نظر عن كتب مش في المناهج، أقدم لكم من خلالها اللي بسميه الـ IEO Formula، أشارك بإنفورميشن وإنسايت تطبقوها بإنديورينج أفورت عشان تفتح قدامكم الـ Opportunities والـ Outcome that you desire to enrich your career and life. هلو هلو، أتمنى تكونوا اتبسطتوا من الحلقتين اللي فاتوا، والنهاردة هيبقى كتاب جديد وحلقة جديدة. النهاردة الكتاب اسمه Fluent in 3 months، وبيتكلم عن ازاي تجت Fluent في أي لغة في 3 شهور، والأوثر is Benny. الكتاب بيقترح 6 نقط تساعدنا ان احنا نكون Fluent في 3 شهور في أي لغة. أول نقطة هي ان في شوية mistakes كده هي اللي بتوقف وتعطل ان الحد يكون بيتعلم اللغة بسرعة في خلال 3 شهور، فمحتاجين نقضي على mistakes دي الاول. منها ان الواحد يبقى معتقد ان انا قدرتي كده، انا جيناتي كده، انا عيلتي كده. الهيومنز عامة ما يقدروش يتكلموا مثلا اكتر من 3 سنين بعد مش عارف سن كام، فكل الخرافات دي هي اللي بتعجز الواحد انه اصلا يجيف اب قبل ما يحاول. فدي اول مستيك. التاني ان يبقى في خطة، بس خطة فيج كده مش واضحة، يعني انا عايزة اتعلم اللغة وموضوع متساب كده من غير ما يبقى محدد، فمحتاجين الاول نحط تعلم اللغة دي بمستوى ايه، يعني مثلا عايز يوصل لليفل A1, A2, B1, B2، يحدد هو عايز يأتشيف which level، وبعد كده يبتدي بقى يعمل reverse كده engineering، يرجع يشوف طيب بقى أول خطوة محتاج أعملها إيه، نقسم ده على فترات زمنية، يحط أهداف أصغر، خطوات محددة عشان يقدر يأتشيف الجول ده في الوقت ده. شغلك عامل لك أزمة ومش عارف تبتدي منين، لما تنضم للكارير كوتشنج كلوب هتاخد قرارك برؤية واضحة وتنمي مهاراتك عشان تحققها، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com وjoin the coaching club. تاني نقطة في الكتاب بتقول انه الواحد محتاج يكون عنده استراتيجي محددة عشان يقدر يبقى فلوينت في 3 شهور. الاستراتيجي دي مش ان الواحد بس يبقى عنده list of words كده يقعد يحفظ فيها، لكن list of words دي تبقى في صورة cards اكتر، عشان list of words دايما الواحد بيبقى فاكر قوي اول كلمة وكلمتين، لكن بقية الليست ما بتثبتش زي اول كلمتين اللي كل مرة بنعيد عليهم في الاول. فلما يتحطوا في كارد يبقى الموضوع عشوائي اكتر، وبالعكس ممكن الكلمات اللي تبقى صعبة تتحط في اول الكروت عشان لما نبتدي بيها نحفظها اسرع، وبعد كده نشوف مين الكلمة الاصعب تاني ونبتدي نحطها تاني في اول الكارد. وفي تكنيك كمان انا عارفة ان الناس اللي هي عندها فوتوغرافيك ميموري بيستعملوها، انه بيربطوا مثلا لو حد هيحفظ سيريال نمبر طويل بيربط السيريال نمبر ده بقصة خيالية هو بس اللي شايف صورها في دماغه في الخيال بتاعه. فنفس الفكرة برضو ممكن الكلمات الجديدة اللي لاقيين ان هي صعبة تتحفظ ممكن طبعا تقربوها لحاجة تانية انتوا عارفينها حتى لو بلغة تانية، او تربطوها بصورة حاجة مختلفة في بالكم. فالكتاب حتى عمل منشن لإكزامبل لجار
بالفرنسي جار اللي هي محطة القطر. فبيقول اوكي لو انت اصلا انجلش سبيكر فممكن تظبط مثلا جار دي بجارفيلد، فتايماجن ان جارفيلد اللي هو الكرتون كاركتر في محطة قطر ومسافر، فخلاص انت كده حفظت ان جار يعني محطة قطر. تالت نقطة في الكتاب بتتكلم ان تحوطوا نفسكم بنيتيف سبيكرز للتارجت لانجوج اللي انتم محتاجينها دي. فكرة النيتيف سبيكرز اسهل بكتير لو انتم عملتوا ده from your home، مش لازم يعني تروحوا البلد دي عشان تبقوا محاطين بنيتيف سبيكرز. في مثلا مراكز ثقافية في مصر هنا وفي اي دولة بيبقى فيها مثلا مركز ثقافي الفرنسي، مركز ثقافي البريطاني وهكذا، عشان تبقوا بتحوطوا نفسكم بالكوميونتي دي وليكوا فرصة ان انتوا تختلطوا بفورينرز بيتكلموا التارجت لانجوج دي. ده غير طبعا ان انتوا ممكن تلاقوهم عادي في الشارع في الاماكن السياحية، ممكن كده كده تعرفوا تكونكت معاهم. اللغة مزرجنة معاك ومش بتتجرأ تتكلم قدام حد، لما تنضم لللانجوج كوتشنج كلاب هتعمل براكتس وتصلح اللي بتقع فيه وتكتسب الثقة اللي عايزها، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club. رابع نقطة في الكتاب بتتكلم عن البادي لانجوج. عارفين لما الواحد يبقى مش عارف يعبر عن كلمة معينة ناقصة في باله فبيضطر يمثلها زي ما نكون بنلعب شريدز كده، دي من نصايح الكتاب برضو. بلس ان يبقى معاكو تشيت شيت كده معاكو زي برشامة فيها الكيوردز اللي انتم مش عايزين تنسوها وكل مرة بتحتاجوها بتنسوها. بس انا دايما عن نفسي يعني برشح انه لو حتى كلمة وقفت قدامكم حاولوا تقولوا الديفينيشن بتاعتها، يعني ما تقولوش الكلمة بالظبط لكن اشرحوا معنى الكلمة. فمثلا لو عايزين تقولوا مطار فهتقولوا the place where the planes take off، فانتوا شرحتوا الديفينيشن بتاعت المطار. خامس نقطة بقى عن الجرامر، والحاجة اللي قالوها في الكتاب انا من نفسي مقتنعه بيها جدا. فكره الجرامر، احنا دايما متعودين في المدارس ونظام التعليم ان نعرف الجرامر الاول وبعد كده نبقى نعلي الفوكاب بقى ونكتره، لكن انا بؤمن فعلا بالعكس زي ما الكتاب بيقول ان لا، يبقى عندكم فوكاب وبعد كده نربط بقى الكلمات الريتش دي ببعض بالجرامر. لان لما الواحد بيتعلم جرامر في الاول ممكن يتعقد، فليه يعني اعرفوا الكلمات وبعد كده نبقى نحسن الجرامر. فدايما ابتدوا بالفوكاب الاول وبعد كده كونكتوهم ببعض بالرايت جرامر وبنيتوا تعرفوهم بقى واحده واحده. سادس نقطه هي الكالتشر، ان انتوا تندمجوا في الكالتشر بتاعه اللغه الجديده دي، يعني تتقمصوا كده الشخصيه في طريقه لبسهم مثلا او طريقه كلامهم، يعني زي مثلا الفرنسي دايما بيتكلموا في كأنهم بيحطوا كلام برا بقهم أو في الجزء الخارجي من بقهم، لكن الاسبانيش مثلا لا جوه. فتقمصوا كده الشخصية بتاعت الشخص اللي بيتكلم النيتيف سبيكر ده، فده هيخليكوا حتى وانتوا بتتكلموا ما تتلخبطوش بين اللغات وبعض. زي أنا مثلا بتكلم فرنش وإنجليش وعربي وبيدخلوا في بعض كتير، فلما الواحد يبقى بيحط في باله انه يتقمص شخصية الفرنش فيبقى خلاص اللي جاي كله فرنش، او يتقمص شخصية الامريكان بيرسون فيبقى اللي جاي كله انجليش، ده بيساعد اكتر المايند سيت انه يركز يكون حتى بيفكر باللغة دي قبل ما يتكلم. وطبعا في ابس تقدروا تستعملوها زي دولينجو مثلا، او في الترافل بوكس اللي بتبقى فيها جمل كده emergency to be used لو مسافرين في مكان، ده برضو هيساعد قوي. الكتب متراكمة عندك ومش لاحق لا تقرا ولا تتثقف، لما تنضم للبوك كوتشنج كلاب هتخلص 4 كتب في الشهر الواحد وتطبق اللي اتعلمته منهم، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club.
here's بقى my version of الست نقط دي. يعني مثلا انا بخبرتي يعني في مجال تدريس اللغات, من اكتر المستيكس اللي بشوفها بتوقف الناس ان هم عايزين يوصلوا لنتيجه بسرعه. على فكره 3 شهور ده مش مدة قصيره يعني زي ما انتم متخيلين, يعني already ممكن جدا level يخلص في شهر واقل من شهر كمان. فاحنا بنتكلم لو احنا عايزين نوصل لليفل بداية B2 اللي هو خلاص يعني الواحد يبقى comfortable in speaking, فعلا 3 شهور is enough. والنقطة التانية بتاعت الاستراتيجي اللي انا شخصيا بستعملها وبحس ان هي effective قوي, ان لما الشخص اللي قدامي يبقى بيتكلم وبيعبر بالtarget language اكون انا في نفس الوقت باخد notes كده بالmistakes الصغيرة اللي بتقع منه او منها كل مرة. فلما بيجي يقرأ بقى النوتس اللي انا كتبتها دي اوتوماتيكلي بعد كده بيعمل اوتو كوركشن, يعني قبل ما يتكلم عارف ان نيفين قالت لي على ده المره اللي فاتت, فقبل ما يتكلم يصلح نفسه, فخلاص كده اتعلم الباتر واي اوف سينج ات. موضوع بقى النيتيفز بيبقى صعب طبعا في اوقات كتير, بس بنعوضه بفكره الجروب, يعني الناس كلها بتتعلم نفس اللغه في نفس المستوى, فكلهم في الاخر بيبريتند تو بي نيتيف, فبالتالي هيعبروا عن اللي هم عايزين يقولوه بأي حاجة بقى, بbody language أو بdefinitions أو بأي طريقة, بحيث هم يوصلوا نفس المعنى للناس اللي حواليهم حتى لو هم already مصريين, بس كده كده هم لازم يتكلموا بالtarget language عشان اللي حواليهم يفهموهم. فلو group بيتعلم لغة وعندهم نفس المايند سيت ده بيساعد جداً.